الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فقد سألني بعض طلبة العلم عن مسألة الرؤية المحلية وتعارضها مع أمور أخرى من قبيل عموم الرؤية، الذي هو راجح عند كثير من المفتين اليوم، وكذلك مع الرؤية الفلكية وواقع سير الهلال كما يراه الفلكيون. فأقول في هذه المسألة، والله أعلم، إن الفقهاء المعاصرين ذهبوا في مسألة الرؤية، أقصد الرؤية، رؤية الهلال وإثباتها وعلاقة ذلك بالحساب الفلكي، ذهبوا إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول، من يقول بإلغاء الحساب الفلكي من الاعتبار مطلقاً، ودليلهم في ذلك أن حديث الإمام مسلم الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الهلال، فقال: نحن أمة أمية لا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لا نحسب، أي لا نعمل بالحساب، وهو لفظ محتمل لما ذهب إليه هؤلاء، ومحتمل أيضا لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو واقع الأمة يومها. ثم الرأي الثاني يقول: نعمل بالحساب الفلكي مطلقا، لأنه حقيقة، ولأنه معين على الرؤية ومحقق لها، فهو كالوسيلة، ولا إشكال عند العلماء في اعتبار الوسائل. والرأي الثالث هو إذن والرأي الثالث هو التفريق بين الإثبات والنفي. فإذا أثبت الفلك والحساب الفلكي الهلال، لا يثبت عندنا حتى ينضاف إليه شهادة عدلين فأكثر، أو أن يرى رؤية متواترة، أو ما يسمى عند المالكية بالاستفاضة أو برؤية المستفيضة. طيب، فإذا كان الأمر كذلك، نقول إن عادة هذا الارتباك يحصل، وخصوصا عندنا في بلاد شنقيط يحصل هذا الارتباك، لأن لجنة مراقبة الأهلة تتألف من بعض العلماء والقضاة، وكثيرا ما لا يراعون الحساب الفلكي ويكتفون بالمثبتات المعروفة عند في مشهور المذهب المالكي، وهي عموما لا تكاد تختلف عن المثبتات عند عامة المسلمين. إذن فإذا كان الأمر كذلك، فلا معنى بالنسبة لمن له بصر في الدين أن يتشدد على لجنة ما ثبت عندها رؤية الهلال، ثبتت عندها رؤية الهلال بعدلين أو بمستفيضة، وكان هذا الإثبات مخالفا لما أسقطوه أصلا من الاعتبار، فلم يلتفتوا إلى الحساب الفلكي. إذن فلا معنى للاعتراض عليهم والتشدد في هذه المسألة. ونحن نعلم أن مثبتي رؤية الهلال، سواء كان المثبت هنا محكمة أو مجلس أو لجنة، فلها حكم القاضي، والمقرر عند عامة العلماء أن حكم القاضي يرفع الخلاف. فإذا أثبتت لجنة الهلال في بلد مسلم، فالمتعين هو الحكم بقولها، حتى لو خالف ذلك الحساب الفلكي، لأنه غير معتبر عندها، والمقرر شرعا أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وقد أسقطت اللجنة التي هي بمثابة القاضي الحساب الفلكي من اعتبارها، فلا معنى للالتفات إليه والتشويش على العامة بذلك، وأن هذا مخالف لعموم الرؤية أو مخالف للفلك، لأنها مسألة لا يختلف اثنان من أهل الاجتهاد والنظر، أو حتى من أهل التبصر والتقليد، أنها محل نظر واجتهاد، ولا إنكار في الاجتهاديات، خصوصا إذا كان المجتهد هنا هو قاض أو من هو في حكمه ومحله من هذه اللجان.
والله أعلم.